يقول: وهل قبل تكبيرة الإحرام يضع الشخص يده على صدره أو يسدلها؟ نعم، هل قبل تكبيرة الإحرام يضع الشخص يده على صدره أو يسدلها؟ كيف يا ما دخل في الصلاة؟ إذا ما كبر للإحرام ما دخل في الصلاة، لماذا يضع يده على صدره وهو ما دخل في الصلاة؟ وضع اليدين على الصدر بعد تكبيرة الإحرام إذا دخل في الصلاة.